السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في الفيديو ده أنا هعرض لكم كتاب إن شاء الله صف السادس الابتدائي والصف الخامس الابتدائي من كتاب المعاصر للمراجعة النهائية. تعالي كده نشوف مع بعض الكتاب متضمن عبارة عن إيه. الكتاب طبعا جايب لنا التعديلات اللي حصلت في توزيع الدرجات وفي المنهج اللي انا قبل كده اتكلمنا مع بعض عليها ونزلتها لكم في فيديوهات. بعد كده جايب في اول حاجه مجمع فيها الكونفرسيشن المحادثات كلها اللي موجوده في المنهج بتاعنا. بعد الكونفرسيشن بتاعتنا اللي مجمعها بدا اتكلم على اللانجوج فانكشنز اللي هي الوظائف اللغويه اللي هي اللي بتيجي في السؤال برده تبع الليسننج مجمعها برضو. بعدين بنكمل مع بعض وبندي أسئلة عليها. بعد كده جمع الكلمات كلها الفوكابلاري بتاعت المنهج كلها مجمعها. بارت 2 والجزء الثاني من الكتاب بدأ يتكلم فيه على تدريبات مجمعة، بدأ يدينا شكل الامتحان هيبقى جاي ازاي، فبيعرض لنا السؤال الأول في الورقة الامتحانية وبيساعدنا طبعا في حاجات ازاي نعرف نحلها، وجايب طبعا بعد كده أسئلة عليه وتدريبات، بدأ طبعا يجي بالسؤال الثاني وهكذا، وأسئلة على كل سؤال عشان الطالب يتدرب عليها. معانا الايميل والباراجراف، جايب لنا الباراجراف جايب لنا كلمات وجمل عليها وعامل جمل كمان سهله وبسيطه عشان تساعد الطالب. في اخر كتاب سنه سته بيبقى فيه امتحانات، مدينا امثله بامتحانات متعدده وكتيره. نشوف مع بعض كتاب الصف الخامس الابتدائي في المراجعه النهائيه بالنسبه لكتاب المعاصر. تعالوا نشوف هو برده متناول فيه ايه. كتب لنا توزيع الدرجات الجديده وطريقه الاسئله بالتعديلات اللي حصلت زي برده ما عملناها في الفيديوهات معاكم. هو متناولها، هو طبعا متناول الكونفرسيشن المحادثات برضو مجمعها بالنسبه لسنه خمسه وعامل عليها اسئله زي ما انتم شايفين. بعد كده تناول الفوكابلاري او الكلمات اللي موجوده عندهم في سنه خمسه وطبعا عمل عليها اسئله، ده بالنسبه لكل ده في البارت 1، وجمع الكلمات المهمه بالنسبه للوحدات كلها وعامل على كل وحده الاسئله على الكلمات بتاعتها. يركز على جزئيه الجرامر وعمل على كل جزئيه من الجرامر اسئله عليها بعد كل جزئيه هو بيشرحها او بيلفت انتباهكم تاني ليها. راجع كمان على جزئيه الفوناتكس الصوتيات، مراجع عليها عشان طبعا اول سؤال بيجي في الامتحان بيبقى على الجزئيه دي، وفعلا جايب نماذج تدريبات عليه. معانا كمان كل سؤال بيجي في الامتحان وعامل عليه مجموعه من الاسئله عشان الطالب يتدرب عليها. تدريبات للسؤال اللي عليه الصوره، بعد ما ادى امثله الطالب يكتب ازاي بدأ مدي أمثلة للطالب، مديله مساحة عشان الطالب هو يبدأ يحل ويتدرب عليها. الأخير من الكتاب هو مجمع فيه كمية امتحانات وأسئلة علشان الطالب يتدرب عليها، وإن وصلت لكم المضمون الكتابين بالنسبة للصف السادس والخامس الابتدائي، وصلت للمامز والولي الأمر وللطالب والمعلم كمان زمايلنا الكتاب المراجعة النهائية في المعاصر بيتضمن على إيه. في أمان الله.